ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا، ممكن اكلم الدكتور ايمن؟ طبعا اتفضل. اهلا بيك يا فندم. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك اتفضل. بقول لحضرتك انا دلوقتي ساكن في الجيزه هنا اهوت. من عندي من شهر 4 او شهر 5 معايا الوصولات، كان العداد بتاعي بيعمل حوالي 80 جنيه. في شهر 5 عمل 160، في شهر 7 في شهر 6 او 7 عمل 180، الشهر ده جالي 380. وبكلم يعني العداد الشهر ده جه يعد، والمحصل جالي يوم 20، قلت له انت بتدخل يعني بتاخره عشان تدخلونا في شريحه ثانيه، قال لي الشهر الجاي هيجي لك فوق 400. يعني هل ده بقى تحدي ولا ايه؟ عايز اعرف ايه الاسعار، لا. ايه النظام اللي ماشيين بيه؟ بص يا فندم اسمح لي اوضح حاجه. هو طبعا الشهور اللي فاتت ديت تعرف حضرتك في الصيف بيبقى الاستهلاك اكبر شويه من الشتاء. بامانه ربنا يا دكتور، هم نفس المروحتين اللي عندي، ولا عندي بتكييف ولا عندي. طيب انا هستاذنك في حاجه يا فندم. في حاجه، في خطوه بسيطه ممكن حضرتك تتاكد منها في الايصال او كعب الكهرباء اللي جاي لحضرتك في خانه اسمها القرايه الحاليه. ايوه، القراءه الحاليه. حضرتك ممكن تقارن ما بينها وبين اللي موجود في العداد. خدتها وصورته ورحت شركه الكهرباء. ايوه، طلع مين اكبر؟ ولا حد سال فيه. لا لا، طلع مين الاكبر يا فندم؟ طلع مين الاكبر؟ هل اللي في الايصال ولا اللي في العداد؟ لا، اللي في الايصال بس مش بالمبلغ ده. لا لا، يعني العداد اكبر، يعني في يعني ده استهلاك، في استهلاك بس مش بالمبلغ ده. يعني القراءه اللي موجوده في العداد اقل من اللي في 250، هل يعملوا 380؟ 380 جنيه. لا، على انت حضرتك بتكلم على تكلفتها كام، ولا على ان هو في زياده في الايصال؟ لا، ما فيش زياده بقى. انا عايز اعرف، ما انا بقول لحضرتك انا مش فاهم دلوقتي، يعني بتزودوا؟ انا كده دلوقتي حسبتها معدل ايه، كل شهر بتزيد 60 جنيه بالذوق بالعافيه بتزيد. لا لا، بص يا فندم، بص انا عايز بقى اطمن حضرتك دلوقتي. في تعليمات لكل الشركات ان ما فيش قرايه هتعتمد الا لما تكون في صوره للعداد. كويس. بحيث ان كلمه واحده بعدين حضرتك. اتفضل. طب هل العداد ده يجي يوم 20 في الشهر؟ ولا المفروض يوم 1 2 3؟ لا، هو بص، هي اهم حاجه ان هو تبقى 30 يوم. لا، حتى لو اتاخر يا فندم، حتى لو اتاخر ما بخش في شريحه ثانيه بيه. ما انا معايا، بس انا عايز اطمن حضرتك، حتى لو القارئ اتاخر، المنظومه هناك او المنظومه في الاداره بتاعه الكهرباء، شركات الكهرباء على طول بتحسب على ال 30 يوم. يعني زياده بتخش في الشهر اللي بعد كده. يعني لو مثلا يعني وكمان بيشرحها حسب المقابل ليها من السعر. عشان برضو نوضح للناس، يعني لو الكشاف جه يوم واحد في الشهر، تمام؟ لو هو جه يوم قعد شهرين ما خدش قرايه. يعني القرايه اللي خدها قبل الشهرين والقرايه اللي خدها بعد الشهرين بتتقسم كلها على 2 او على 60 يوم. يعني لو انا 30 يوم ديت قرايه واحد، استهلاك لوحده. ده جه عليه اسئله كتير قوي. الناس بتقول انه اللي بيجوا يكشفوا على العدادات بيجوا بعد شهرين وساعات 3، في بعض الاماكن ممكن 4، وده بيدخلنا في شريحه اعلى. الكلام ده مش مظبوط؟ لا لا، احنا بس برضو ده مهم قوي نطمنهم. هو الكمبيوتر حتى اللي بيحسب الموضوع الاستهلاك دوت هو مبرمج على الاتي، اللي هو ايه؟ ان الفرق ما بين الاول قرايه واخر قرايه الفتره الزمنيه ديت بيتم تقسيمها بحيث ان كل 30 يوم هو ده استهلاك شهر. كويس. وبعدين بيتم يعني بنسميها احنا بيشرحوا بقى، يعني بيشرح القرايه ديت بحيث ان حسب الفتره الزمنيه والقيمه اللي هو استهلكها والمقابل ليها في التعريفه او سعر الكهرباء. فحتى لو اتاخر هو اوتوماتيك هيقول له مثلا ان الاستهلاك ده بتاع 3 شهور. الايصال هيطالع يقول له الاستهلاك ده بتاع 3 شهور. واخد بالك؟ او شهرين. لو انا بقى، لو انا شايف ان ده مش الاستهلاك بتاعي، حاجه من الاثنين. يا اما انا ممكن اكون ان العداد اللي عندي ده يكون فيه مشكله، من حق ان انا اقدم على طلب لفحص العداد علشان يجوا ويعملوا فحص العداد، وبالتالي يقدر ان انا اتاكد ان ده استهلاك موجود. طب في ناس بيبقى عليها متاخرات، يعني هل دي بتضاف فممكن تعلي من الشريحه اللي الشخص عليها، ولا ملهاش علاقه؟ لا، المتاخرات دي بتتحسب كل شهر لوحده.
انما الجديد كل برضو كل استهلاك 30 يوم او كل استهلاك شهر ده بيبقى استهلاك لوحده. المتاخر ده بيبقى فيه متاخر فيه يعني بيسموه متجمد ان في قيمه على صاحب الوحده السكنيه المفروض يدفعها. لو اتاخر عنها بيبدا بقى ياخد دلوقتي حتى الاجراءات دلوقتي التاخر ما بيسمحش باكتر من يعني اكتر من شهر او شهرين بالكتير، وبعد كده بيبدا ياخد اجراءات ان هو ممكن يديله انذار ويرفع العداد والاجراءات اللي هي القانونيه اللي موجوده. طب يا دكتور ما فيش امكانيه ان المواطن نفسه هو اللي يودي القرايه بتاعته للشركه؟ في فندم في اول حاجه ممكن يتصل ب 121 121 ده خط ساخن. الخط الساخن ده بيقوم بوظائف كتير جدا وعلى فكره هو اللي بتقوم بيه شركه مستقله خالص عن الكهرباء، بحيث ان احنا نضمن الشفافيه، ما يبقاش يعني ده طرف يعني مختلف، لا هو تبع المشترك ولا تبع الشركه. اللي بيقوم بايه ب 121 من ضمنها ان هو ممكن يبلغ القرايه والقرايه دي وتتسجل وبيتم حساب الفاتوره على اساسها. طيب او طبعا دي طريقه ممكن يبلغ بيها، او ان هو في على كل فرع من فروع الكهرباء بتاع شركات الكهرباء في رقم واتساب ممكن يبعت فيه القرايه، او يروح يبلغ القرايه بنفسه. بس في ناس اشتكت من موضوع الواتساب ده انه الارقام بتتغير من غير ما هم بيبقوا عارفين فبيبعتوا الرسائل على ارقام ما بتوصلش. لا هو بص كل فندم كل فرع من الفروع او كل شركه بيبقى ليها موقع الكتروني، الموقع الالكتروني دوت بيبقى مكتوب فيه الفرع الفلاني الواتساب بتاعه كذا، الفرع الفلاني واتساب بتاعه كذا. ممكن هو لما يروح الفرع يقول لهم انا عايز رقم الواتساب بتاع الفرع عشان ابعت عليه القرايه، ويمكن يعني ان شاء الله يعني برضو بالمنظومه بتاعه ان طبعا القرايه لقيت العداد دلوقتي في شركه مستقله خالص هي اللي بتعمل عمليه قرايه العدادات. تمام. والتعليمات الجديدة إن مفيش أي قراءة هتعتمد إلا لما بتكون في صورة، والصورة دي حتى لو المواطن هو اللي هيبلغ لازم برضو هو يصور العداد وهو بيبلغ. ما هو عشان يتأكد، ما هو حتى لو بلغ هيتاخد بيها، بس لما بتكون فيها صورة يبقى ده الصورة دي بتبقى يعني خلاص بتبقى فاصلة يعني. تمام. إنما لو طبعا الصورة ديت لما اللي هو شركة اللي هي بتاخد القراية ديت بالصورة، الصورة مش بس بتاخد القراية بس، لا ده بيبقى فيها التاريخ وفيها المكان وبيتم تفريغها على طول مباشرة على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تدخل العنصر البشري بيبقى يعني قليل جدا، ما فيهوش تدخل بشري لأي يعني لو خطأ أو عدم دقة في أخذ القراية على طول بترصد وبيتم إرسال حد تاني عشان ياخد القراية ديت وبيتاخد إجراءات مع اللي هو الشخص اللي هو يعني أو تكرر ليه. لو المواطن شاكك في القراية هو ممكن يوديها بنفسه من خلال الخط الساخن أو من خلال الأرقام الواتساب أو من خلال أنه يوديها للشركة شخصيا. مظبوط. تمام.